السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. أريد أن أشارك معكم يعني طريقة تقسيم القرص سي لكي تحصل مثلا على قرص دي أو E. فيعني لسبب من الأسباب يعني وجدت في حاسوبك يعني قرص واحد فقط وهو سي، ويعني تريد قسمته إلى اثنين، يعني تريد إضافة يعني قرص آخر أو تقسيمة أخرى عفوا، لكن لا تريد إعادة فرمطة الحاسوب وذلك يعني من الأول. إذن الطريقة فهي سهلة جدا، فيعني سنذهب إلى هذا المكان، يعني كليك يمين ثم ديسك مانجمنت، يعني تبحث في حاسوبك. في طبيعة الحال الطريقة صالحة في جميع الويندوزات، ديسك مانجمنت هكذا. إذن كما تلاحظون ففي حاسوبي لدي فقط يعني قرص داخلي واحد، يعني هنا ستظهر جميع الأقراص، يعني يمكن أن تجد لديك ديسك زيرو، ديسك واحد، ديسك اثنان، لكن في هذا الحاسوب لدينا قرص واحد وفيه يعني تقسيمة واحدة وهو سي. إذن أنا أشرح فقط لكي تفهموا، فقد تجد مثلا ديسك واحد وفيه مثلا قسمتين وفيه مثلا دي اي، لكن نحن يعني سنذهب إلى السي مباشرة المتواجد في ديسك زيرو. هذا هو القرص الذي أريد قسمته، ولاحظوا معي لدي 139 جيجا، كذلك هنا 139 جيجا. إذن سنذهب إلى القرص سي هكذا، كليك يمين ثم نضغط على شرينك فوليوم أو ريدويغ لو فوليوم بالفرنسية. جيد، اذا في هذه النافذه هذه فيعطيك يعني التوتال المتواجد في القرص في التقسيمه السي هي 142000. اذا ساتكلم بالجيجا، فهذه الارقام فهي بالميجا. لكي نتكلم بالجيجا فبالنسبه اذا كانت 6 ارقام فنحن يعني ناخذ 3 ارقام ونقول انه في 142 جيجا، جيد، او 140، دائما نقوم بنقصان قليل. ويعني size of available shrink space in mega، يعني المساحة التي يمكننا يعني أخذها من هذه المساحة الإجمالية هي 121 جيجا، وهي التي مكتوبة هنا. هل أنت يعني تريد أخذ هذه المساحة كاملة؟ فإذا أخذت هذه المساحة كاملة فلن يتبقى في السي إلا 21 جيجا، إذا أنت لن يعني ستأخذ الكثير. إذا بالنسبة لي أنا أريد أن أخذ فقط يعني أعتقد 60 جيجا، إذا 60 جيجا، فلكي أعرفها بالميجا فسأكتب 60 جيجا هكذا مضروبة في 1024، حتى يعني نكتب الأرقام مضبوطة. هي هذه العملية الحسابية، يعني تأخذ الرقم الذي تريده وتضربه في 1024، إذا 61440، تكتب هنا 61440. جيد، إذا لاحظوا معي الآن أخذت 60 جيجا بالنسبة لي الدي أو القرص الذي أريد أو التقسيمة التي أريدها. كم بقي في السي؟ ستبقى يعني تقريبا 80 جيجا أو أقل. إذا سأضغط على شرينك أو ريدوير. جيد، لاحظوا معي قد قام يعني الويندوز ب يعني أخذ 60 جيجا من القرص سي، لكن إن ذهبنا إلى هنا وقمنا يعني بريفريش فلا تزال يعني التقسيمة لا تظهر. إذا ماذا يجب علي أن أفعل؟ يجب علي يعني أن أقوم بتهيئة هذه التقسيمة، فهي الآن في حالة unlocated، يعني ليست مستعملة أو لا يعرفها الحاسوب. إذا سأضغط عليها كليك يمين ثم new sample volume next، ثم أترك المساحة كما هي next. هنا تعطيها يعني حرف، سأترك مثلا E، ثم next، ثم يعني أترك الإعدادات كما هي next finish. سيقوم الآن يعني الحاسوب بفرمطة هاي فورماتين، يقوم بفرمطة البارتيشن وسيقوم يعني بفتح نافذة جديدة يعني لكي نقوم بالدخول على التقسيمة الجديدة.
جيد. إذا كما تلاحظون فيعني التقسيمة الجديدة هي هذه، اسمها نيو فوليوم. إذا قمنا بالريفريش فطبيعة الحال هذه هي التقسيمة الجديدة. يمكننا تغيير الاسم، تغيير الاسم من هنا، يعني سنسميه داتا هكذا. جيد، أنتم الآن قمنا بتغيير الاسم، والآن لدي يعني 8 جيجا في السي ولدي 60 جيجا في الاي. كذلك سيسألني البعض لو أريد يعني تسميته دي وليس اه، فيعني طبيعة الحال أخذ اه اي. لماذا؟ لما لأنه لدينا مسبقا دي. إذن الطريقة سهلة سأريها بسرعة، ستأتي إلى سيدروم دي هكذا، كليك يمين ثم change drive letters ثم change ثم سأختار أي حرف، يعني مثلا زد ثم أوكي ثم يس. سنقوم أولا بتغيير حرف الدي يعني إلى حرف زد، سننتظر. إذن جيد، لاحظوا معي فأصبح يعني لدي الدرايف الآن زد. إذن إذا قمنا بالريفريش فلدي يعني الهارد درايف في زد. إذن هنا كذلك سنقوم بتغيير الحرف من هنا هكذا ثم change drive letters. سأقوم الآن باختيار دي هكذا وسأختار دي هكذا ثم أوكي ثم يس. جيد، يعني الآن أصبح بإمكاني يعني الحصول على التقسيمة الجديدة في الحرف دي، ويمكنني يعني إرجاع هذا إلى الأي هكذا. هذه هي الطريقة يعني وسهلة. جيد، لاحظوا معي التقسيمة الجديدة لديها حرف دي وقارس الأقراص اسمه اي. اذا كانت هذه هي الحلقة الخاصة، اذا كان هذا هو شرح اليوم. اذا هذا كل ما يخص بالنسبة لهذا الفيديو. في الفيديو المقبل ان شاء الله سأريكم يعني طريقة دمج يعني تقسيمتين او partitions، مثلا لديك دي وسي وتريد يعني دمج هذا القسمة مع هذا القسمة. إذن في الفيديو المقبل إن شاء الله سنرى هذا الأمر. إذن نلتقي في الفيديو المقبل إن شاء الله. السلام عليكم.